في التركيبه نعرفوا لكونه قصبات هذه الهوائيه تبدا مازالت صغيره، هذاك علاش تتحسس اكثر من الكبير، خاطر الكبير يعطي كما قلنا ينجم يعطي غريب وينجم يكون فيروس، ما هو يقول لك راني انا غريب. لكن نوعيه القصبات الهوائيه عند الرضع تكون معناتها صغيره، الشعاع نتاعها الريون نتاعها صغير ياسر، نحكيو على 5 ولا 10 مليمترات عند الكبير، عند الصغير العشر 1 مليمتر. اقل حاجه، اقل شويه التهاب ولا بلغم يسدها. الحاجه الاخرى هي العضلات اللي تمكن الانسان بصفه طبيعيه باش يتنفس. لو كان قارنوا الصغير الرضيع والكبير، العضلات في سما يفشل لوندورانس، المداومه ما يجمش يشد اكثر، الكبير يشد اكثر. الامكانيه باش الافرازات ويكح ويخرج البلغم اللي عنده ماهيش ممكنه عند الصغير، ما عندوش، ما يعرفش اصلا، ما يعرفش شنو هو، ما يجمش يكح ولا يكح صحيح، اما البلغم يقعد في وسط ال اي دونك. هذوما بعض خاصيات، والتنفس عند الصغير اقل من 6 شهور وخاصه اللي اقل من 3 شهور تكون نجم نقولوا كان من الانف، ما ينجم يتنفس كان من الخشم نتاعو، ما ينجمش يتنفس من الفم نتاعو. دونك لازم الخشم نتاعو يكون هذايا، لازم يكون ديما مسرع، على خاطر سيلان الهواء في القصبات الهوائيه من الانف الى الرئه يكون فعل هالالتهابات اللي تصير يكون اصعب، ويجهد الصغير في التنفس باش يخلط، باش يدخل الهواء ويخلطوا للرواري نتاعو، يوقع تبادل لاشونج تاع الغازو. دونك لهنا